انت اللي راك تحوس على مشروع استثماري اللي يدخل لك اللويز، جيب الفكرة تاعك واروح نولي لك العقار تاع اليوم اللي جابه لكم الوكيل الايموبيلي من ولاية عين دفلة. اروح تشوف. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الايموبيلي. راح رمضان وجا العيد وراح العيد ولي زافير تاع الوكيل الموبيلي ما حبوش يخلصوا. هذه المره جبنا لكم لافير من ولايه عين الدفله. ناس الكارونت كات تحيه لكم من الدخله حتى الخرجه. اليوم رانا في بومدفع، جبنا لكم منزل ارضي اير بلس 2 ليكيب بعقد ملكيه ودفتر عقاري. هنا رانا في حي المحطه بلديه بومدفع، دائره بومدفع ولايه عين دفله. ليكم لي استاع ولا لي تساع كما يحبوا بزاف جزائريين يقولوا، اللي راهو في العقار تاعنا اليوم كما نشوفوا قطعة أرض تاع 7 إيران ليكيب، أكثر من 7 إيران، أكثر من 7 إيران مبني عليها هذا المنزل بمساحة تاع 287 متر مربع. في الطابق الأرضي راح نلقاو 4 كراجات مكريين، نعميه مكريين، زائد حديقة اللي أنا نشوفه فيها بالأشجار المثمرة، وزائد هذا الفضاء اللي راهو قدام الحديقة اللي نقدروا نديروا فيه بزاف أمور. يلا نروحوا نشوفوا مباشرة الطابق الأول واش عندنا فيه. هذا الطابق اللي نصيبوا فيه 5 غرف وصالون ومطبخ وحمام ومرحاض في هذا الطابق اللي راهو مبني على مساحة تاع 287 متر مربع. هذه المساحة الإجمالية تاع العقار اللي راهو بدفتر عقاري وبعقد ملكية ليكيب، واللي المبني المساحة الإجمالية كامل راهي 7 إيران أو أكثر من 7 إيران. هاي ليك لا شومبر الأولى. عندنا دو فاصاد ليكيب، عندنا دو فاصاد منطقة هذه تاع بومدفع راهي مقابلة مباشرة محطة القطار تاع بومدفع، 1 كيلومتر على وسط المدينة، وزيد جاية على الطريق الوطني ولا الطريق سيار شرق غرب، معناتها راهو ماهوش بعيد عليك، طريق سيار شرق غرب أو غير قدامنا، أو حتى الطريق الوطني القديم اللي راهو جايز مباشرة على مدينة بومدفع. مدينة بومدفع معروفة انترسيكسيون كامل المدن، قريبة البليدة، قريبة أيضا الحمام ريغال، ولاية عين دفلة. هاوليك سانيتير تاعنا اللي راهو نشوفوا بلي مخصوصه شويه تهيئة العقار تاعنا، ولكن الحاجه اللي نضمنوها انه البناء الجيد والواسع اللي انا نشوفه فيه مشروع مخدوم طري طري بيان. ليكم البارودج معناتها كل حاجه راهي مخدومه طري طري بيان. هذه غرفه، احدى غرف الطابق الاول اللي راهو فوق الكراجات. عندنا 4 كراجات وجنينه في الطابق الارضي، وعندنا هنايا 5 غرف في الطابق الاول، 5 غرف صالون مطبخ حمام ومرحاض في هذا العقار، زائد الطابق الثاني اللي فيه 2 غرف وزائد تيراس. عندنا الماء والغاز والتريسيتي بيان سور. عندك الحاجة الجميلة انه كاين منطقة صناعية قريبة من هذا العقار، معناتها فريمو ليكيب توالم بزاف ناس اللي حابين يستثمروا وكلش. هاي لك قطعة الارض تاعنا اللي راهي واسعة وشاسعة، وانا نشوفوا بلي مشروع العقار تاعنا تشيه الشمس من جميع الجوانب، خاصة لما نعرفوا انه كاين دو فاصاد ليكم لي ستاع ولا لي تساع اللي راهو كاين في العقار تاعنا. فريمو ليكيب مخدوم طري طري بيان العقار تاعنا. انا نوصيكم تجيو تزوروا تضربوا زياره للعقار تاعنا باش تشوفوا مدى متانه هذا البناء ومدى معناتها محافظته على المعايير اللازمه في البناء. شوفوا الكروار شحال واسع وشحال عريض. هاي ليك الغرفه من احدى الغرف هذه اللي فيها بلاكار. قلنا عندنا 5 غرف صالون مطبخ حمام ومرحاض. عندنا هنا بلاكار ليكيب، فريمو عقار ولا اروع، واسع ما شاء الله، مشروح مخصوص شويه بريكول خفيف كيما سبيغه وكذا، حاجه خفيفه سينو، حاجه كل حاجه في بلاصتها، كل حاجه مخدومه طري طري بيان ليكيب. عندنا قلنا الماء والماء والكهرباء والغاز، وعندنا قريب للكل لي كوموديتي. عندك حتى بومدفع اللي راهي على بعد 1 كيلومتر وسط المدينه، لما نهضروا على وسط المدينه محطه القطار مقابلتنا، شيء جميل جدا. طريق سير شرق غرب والطريق الوطني القديم اللي يربط بومدفع بمختلف
المدن. عندنا هنايا المطبخ تاعنا او ليك المطبخ اللي يخرج ينطي راس ليكم ليكيب شحال واسعه وشحال مشروحه. معناتها هذا الطراس تقدر تدير فيها بزاف امور للمنزل تاعك، سواء اشغال منزليه ولا تدير فيها مأدوبه غذاء ولا عشاء، قريبه لكلش وعندك اطلاله جميله على الحديقه تاعنا اللي راهي المساحه الاجماليه اكثر من 7 ايران ليكيب، المبنيه فقط منها 287 متر مربع. ليكيب عقار يستحق الاهتمام ويستحق الزياره. انا نوصيكم تجيو تشوفوا العقار تاعنا اللي راهو بعقد ملكيه ودفتر عقاري ار بلس 2، منزل ارضي في حي المحطه. نروحوا مباشره نطلعوا الفوق واش راح نلقاو. راح نلقاو فيه الدرج يطلعنا مباشره للمكان هذا اللي راح نلقاو فيه زوج غرف زائد تيراس، زوج غرف زائد تيراس في هذا المكان المميز حي المحطه مقابل محطة القطار عين أو بومدفع بعين دفلة. رانا في حي المحطة بلدية بومدفع دائرة بومدفع ولاية عين دفلة. عندنا في هذا الليطاج دوزيام ايطاج عندنا هذه الغرفة الكبيرة، عندنا يون تيراس كبيرة وشاسعة كما رانا نشوفو. أنا نشوفو أنه عندك إطلالة جميلة على المنطقة هذه اللي رانا فيها حي المحطة بلدية بومدفع. عندك يون دوزيام شومبر هاي ليك ايضا مخدومة بشكل جيد. هنا عندك ان سيباراسيون بين لي دو شومبر هذوما. هاي ليك المساحة اللي راهي فيها هذ الغرفتين واللي نشوفوا فيهم بزاف نوافذ. فريمون هذا ممكن هذا ليطاج ربما يوالم جدا للليزيفالمون، ممكن هذه تكون استقبال وان تيراس كما يقدر يكون صالح جدا ايضا للسكن. ليكيب عقار مهم جدا، انا نوصيكم تضربوا له زياره او قريب قلنا للمنطقه الصناعيه. 4 كراجات مكريين وكاين حاويه، كاين كونتينال اي ايضا مكريه، كونتينال مكريه قريب مقابل محطه القطار قدام الطريق سيارة شرق غرب، ماهوش بعيد الطريق الوطني القديمة. وأيضا كل لي كوموديتي راه يقلب لينا على بعد 1 كيلومتر لما نهضروا على وسط مدينة عين أو بومدفع بولاية عين دفلة. بومدفع منطقة مهمة جدا استراتيجية، منطقة تعد منطقة راحة بالنسبة للمسافرين اللي جايين من الشرق للغرب بحكم انه تتنوع ولا فيها بزاف محلات خاصة المطاعم ومطاعم الشواء والمطاعم اللي توفر راحة للعائلات. فريمو عقار يستحق الاهتمام ويستحق الزيارة. السعر تاعو راهو مغري مغري جدا لكيب، 9 ملاير قابل للتفاوض. 9 ملاير راح تشري لك اكثر من 7 ايران ليكيب بهذا البناء ار بلس 2 بمساحه تاع 287 متر مربع. عندك حديقه، عندك 4 كراجات مكريين، عندك حاويه ايضا مكريه فريمو ليكيب، وعندك هذه الاطلاله الجميله على المناطق الريفيه هنا في بومدفع. ليكم النظره الجميله والسماء والجبل اللي بيننا من هذا لاتيراس ليكيب. تواصلوا مع صاحب العقار الوكيل الايموبيلي، دائما نجيب لكم لي زافير ومازلنا نجيبوا لي زافير. سلام.